اوكي طبعا يعني استاذ صبحي طبعا هبدا معاك طبعا، واحنا يعني يمكن امبارح كنا مع بعض في حلقه الامس يعني، وكان يعني الزعل كان باين علينا كلنا طبعا، كلنا كنا زعلانين وغضبانين يعني، لكن النهارده خلاص ان شاء الله نقطه من اول السطر، صفحه بتنطوي وبنبتدي نفكر ونفتح صفحه جديده ان شاء الله عشان المباراه اللي جايه عشان خاطر نادي الزمالك. والله يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاي الحقيقه، يعني انا ممكن قلت لك قبل الهوا اول حاجه اعملها اعتذر، لان انا كنت مفاعل جدا امبارح، حتى وانت غضبان بتطلع منك مصطلحات لا يجب انها تخرج منك، بس انا عارف الناس بتعذرنا، وانت عارف احنا زملكاويه وبنتالم لالم الزمالك وخسايره، فالوضع كان غير طبيعي، احنا كمان كنا في حاله غير طبيعيه، اتمنى انها تبقى فتره وتعدي ان شاء الله. بس قبل ما تسالني خالص، عايز النهارده اهدي اتحاد كره القدم التابلو اللي هو الاربعه الجديده، الفلامينجو بتاع النادي الاهلي بعد الاربعه بتاعت ريال مدريد، مش شماته فيهم لا، وبعد خساره الزمالك، يعني خساره الزمالك في افريقيا وخساره الاهلي في دوري الابطال، هو ده نتاج طبيعي لمستوى كره القدم المصريه والعقليه اللي بتدار بيها مسابقات البطوله. وصلنا الى هذا المستوى ان الاهلي لما بيخسر اربعه مرتين بنقول عليه عالمي، ودي كارثه. شفت انت النهارده الهلال في النهائي، ودي مش اول مره فريق عربي يوصل النهائي، ومع ذلك عمل ماتش هايل قدام الريال وخسران بخمسة ثلاثة. أنا شايفها نتيجة شرفية لحد ما، لكن إحنا خسارة مرتين بأربعة، والناس بعض الناس بتدافع وبتهلل طبعا ده لا يجب إنه يكون مستوى فريق اللي بيمثل مصر في بطولة كأس العالم. الفكرة مش إن أنا أروح ألعب، رايح تسجل حضور ولا رايح تثبت حالة وخلاص. النهاردة الأهلي بيثبت حالة في كأس العالم، بالدليل إنه رقميا تراجع من الترتيب الرابع إلى الترتيب الثالث. الزمالك أيضا من الثالث للرابع، أنا آسف. النهارده الزمالك كمان بيخسر جوه القاهرة لأول مرة في تاريخه أمام فريق جزائري، عشان التدليل في نادي واحد وصل هذا النادي لهذا المستوى، والظلم لنادي آخر بعدم قيد صفقاته ومحاربته طول الوقت وصل الزمالك لهذا المستوى، فالنتيجة واحدة. كرة القدم المصرية هي اللي بتخسر، منتخبنا هو اللي بيخسر، اللي دايما احنا ناسينه يا كريم ما بنفكرش فيه. فأنا بقول النهارده احنا بندفع أثمان غالية جدا جدا، وانا يمكن امبارح لما لومت على وزير الشباب والرياضه وحملته مسؤوليه عدم قيد لاعبي الزمالك، برضو انا مش أنا الدكتور اشرف صبحي لينا عنده كتير يعني، ده عشره طويله وعشره عمر، قبل ما يبقى وزير يعني هو صديق طبعا وصاحب قبل اي وأخ حاجه، كبير قبل ما يبقى وزير يعني، فانا عشمي فيه كبير، لان حضرتك وزير الاهلي والزمالك والمحله والاسماعيلي والترسانه، وزير مش وزير الاهلي بس، والله مش كوره بس الرياضه، لا انا بتكلم هو الاهلي والرياضه مش كوره، نعم يعني ده رياضه أكيد. فعايز اقول انه زي ما تعب نفسه واجهد نفسه وعمل مفاوضات عشان يذيع ماتشات كاس العالم للانديه للنادي الاهلي والناس تتفرجها في بيوتها، كان الاحرى ان احنا نعمل مفاوضات ونعمل اتصالات عشان نسجل لعيبه الزمالك، اللي بطمن جماهير نادي الزمالك وان شاء الله ساعات مش كتيره ويكونوا متسجلين يا كريم، وان شاء الله يلعبوا في الدوري المحلي وكمان يلعبوا في دوري ابطال افريقيا يكملوا المشوار مع علي بيتهم باذن الله.